واحد بيقول هل استماع الأغاني حلال أم حرام؟ طبعا أول سؤال نسأله أي نوع من الأغاني؟ أي نوع من الأغاني؟ هل النوع اللي تقصده ولا نوع تاني؟ نوع ليه بقى؟ لأن الكتاب بيقول في الرسالة إلى أفسس بمزامير وتراتيل وأغاني روحية مترنمين في قلوبكم للرب، والتراتيل تعتبر أغاني وملحنة وفيها موسيقى، لكن أنت طبعا تقصد حاجة تانية. طيب نخش في الموضوع، نيجي مثلا سفر نشيد الأناشيد. سفر نشيد الأناشيد بالإنجليزي يسموه Song of Songs، يعني أغنية الأغنيات، كان شعر وملحن وأغاني. بالفرنساوي يسموه كانتيك دي كانتيك، كانتيك يعني أغنية برضو. فهل الحاجة اللي من عندكم متكنتكة برضو ولا؟ الأغاني الروحية ما فيهاش غلط، لكن طبعا أنت تقصد حاجة تانية، نخش معك حاجة تانية. في مثلا أناشيد وطنية. أناشيد إيه؟ تلاقيني بلف حواليه ولا ايه؟ طبعا لما انت تغني وتقول بلادي بلادي في ذاك ده ما غلطش، ما غلطش. فطبعا في اغاني روحيه وفي اغاني الهيه زي نشيد الاناشيد، وفي أغاني وطنية، وفي أناشيد بيعلموها للأطفال وحلو خالص و... مش فيه حاجات خاصة بكتكت وبطبط و... لكن الأغاني اللي انت تقصدها، الأغاني يعني تقصد العاطفية يعني، مش كده؟ انت بتتشاؤوا ليه؟ إذا كانت الأغاني العاطفية خاصة بعاطفتك مع الله، كنت تقصد حاجة تاني ما اعرفهاش يبقى غلط. الكتاب بيقول يا ابني اعطيني قلبك، يا ابني ايه؟ اعطيني قلبك. فاذا كانت الاغاني تجذب عاطفتك الى غير الله فهذا خطأ. اذا كانت الاغاني تجذب عاطفتك إلى غير الله فهذا خطأ، لأن مفروض يكون قلبك كله لله. إذا كانت الأغاني تؤثر فيك تأثيرا جزدانيا، ومفروض أنك أنت تسلك بالروح وليس حسب الجسد، فيبقى خطأ. واخد بالك؟ إذا كانت الأغاني تجذب عاطفتك بعيدا عن الله فهذا خطأ، لأن عاطفتك مفروض تكون لربنا، يا ابني أعطيني قلبك. ومش بس قلبك،
وقال تحب الرب إلهك من كل قلبك، مش قلبك بس، من كل قلبك. إذا كانت الأغاني تحول جزء من قلبك بعيد عن ربنا فده خطأ. إن كانت الأغاني تمشيك حسب الجسد، والذين يسيرون حسب الجسد يهلكون، فهذا أيضا إيه؟ خطأ. واضحة؟